اسمي تيسير مطر، حاصلة على بكالوريوس لغة عربية إن شاء الله في الطريق للماستر بإذن الله. كانت هذه المنحة عبارة عن مشروع توعوي، حملة لمدة 4 أشهر، بدأت منذ 15 من يونيو وانتهت في 15 من أكتوبر. تضمنت العديد من الأنشطة، لأنه الآن نحن نعرف الوضع الذي تمر به البلاد، فصناعة يمن الغد وبداية يمن الغد لابد أنها تبدأ من هنا، لابد بالتوعية والتعريف حتى نستطيع الانطلاق انطلاقة قوية. بعد ذلك يتم إن شاء الله عكس بنود الاتفاقية في القوانين المحلية. With many thanks to donors from MENA region, we were able to obtain a good fund, and we gave the priority for the NGOs in conflict areas like Yemen. Small funds, but very effective and very successful programs in the ground, and we will continue doing this in 2018.